اسمع، تفضل اتكلم. انت قلت لي ظهور عثمان عمليات، ما لا عمل لك شنو؟ عثمان العمليات ظهر لانه قيادة كلها انجغمت، ما تغير والله هاي العظيم الحكومة. عثمان عمليات ده مو ظهر، وحياة ديني عمل لك وجع بطن، عمل لك اذهال، ما عمل يا لك ابو اي حاجة. سنة وطاعتك على اسمها هدى زول، ادوا لكم انتوا جنجي ادوا خانة زول الجيش يعني. ما زول كيف؟ والله عثمان عمليات ده المجهجهك والعامل لك اي حاجة، اقسم بالله والله بصراحة انا ما بقول لك. وبالمناسبة اسمع كلام، انت كان بتفهم انا، احنا هسه كنا مفتكرين انه شغلتكم التسوق فوق دي من شهر 4، عثمان العمليات ده قال انه ميت، وبالله تعالى حي يعني، ناس انتوا الفجر المجرمين ده كله عثمان العمليات حي، ده انتوا احنا قايلين هسه ميت، كنا قايلين انه ده ميت، انتوا عشان صح، كده عشان كده انتوا شايف قايلين انكم ميت استنطقتوا في يعني. الطير تقريبا. اتفضل قول، انا بس اقول كلامك لكن لما اتكلم ما تقاطعني لو سمحت، اتفضل طيب اتكلم. خلاص ما مشكلة. والله يا زنون انا عندي كلام في الملتر. انت وقت قلتوا قايلين ميت، ده انتوا ظهر لك وده خرب خططكم كلها، صح ولا ما صح؟ قول كلامك للنهاية. خرب خططكم كلها. وثم ثانيا الكوبري ده، الكوبري ده هو انتوا كسرتوه صح؟ وهم اصلا ناس الجيش وقادات الجيش العليا والحاجات دي ماشيين باوامركم انتوا، وذاك الثاني ده اسمه منو؟ الانصرافي، ومنو ما عارف، ديل ماشيين بخططكم. هم اصلا ما عندهم اي حاجه، ما عندهم اي حاجه، والجبل ده امس شايف البل والفوق والحاجات اللي حصلت دي كلها، صح ولا ما صح؟ عشان ما تتكلموا وتسوقوا الناس بالخلا والحاجات بالشكل اسمع، ده. الخزان حصل بل له زي شنو؟ زبل يا معلم الخزان حصل له شنو؟ يا اخي. الخزان حصل ليش؟ نمر الخزان ده ما فصلتوه انتوا عديل كده، ما ليه فصلتوه، فصل فصلناه؟ هيرجع فصلناه ليه الخزان؟ فصلتوه، انتوا ما عارفين، ما انتوا ما قادرين تاني، ما عندكم تاني ليه ليه امل فصلوا انكم ليه؟ تفصلوه. فصلوا ناس الجيش؟ فصلوا ليه؟ اكيد فصلوا ناس الجيش، فصلوا ناس الدعم ده، كيف يعني؟ انت قول لي لو بس، قول لي ناس الدعم ده انهم اسمع كم يوم بيقاتلوا فوق ده يفتحوا دقيقة، اسمع يفصلوا ليه؟ كلامي، لو فصلوا ناس الجيش، اسمع كلامي، الخزان ده لو فصلوا ناس الجيش معناه قاصدين حاجة صح؟ قاصدين حاجة، ما قاصدين قاصدين كيف؟ شنو؟ ليه مستقرين لأنهم شنو في تاني، الخزان؟ لأنهم تاني ما عندهم أمل إلا يفصلوا، ما اها عندهم أمل تاني. لو خلوه الا يفصلوا حينبلوا والناس دول يفتحوا رجالة، وأسي كويس. برضو فصلوا بلوا وفتحوا. وأسي حاليا كده ما في داعي في كلام واحد، أنا ما أقول لك زعل. قول قول مالك بتخاف؟ لا أنا ما في داعي، دي ده أسرار يا بردة، اسرار انتوا عندكم اسرار؟ عليك ما الله يا اسرار اسرار، أنت انتوا عندك فاضل لهم أسرار، القتل. اسمع كلام اسمع كلام اسمع كلام، انا وانت هقدر ارد وانت لكم، عندك اسمع اسرار. كلام اسمع كلام، انا سمعت كلامك خلاص، اسمع كلام، ما اقدر ارد لك على اسمع عمليات وغيره، انا سمعتك وخليني اقول كلامي لو طيب. انا قلت لك المايك وما تفتحه لو سمحت لحد ما تجيب كلامي، بعد ذاك لو عندك كلام قوله. اولا بالنسبه لظهور عثمان العمليات الخاين العميل الجبان الذي خان اخوانه دفعه القاده المسلحه السودانيه، فانت اساسا مهزوم، والان في مدرمان شغالين فيك نظافه وانت عارف الكلام ده، وجبل اولياء فقدت فيها ما فقدتها تمام، بحري مضروب فيها، شرق النيل اللي تشتت ما عندك ولا ارتكاز، الان قاعد الجيش قاعد في مقاره كلها، ثلاث ارباع المقار حقت الجيش قاعد فيها، انت ما عندك مقر الان قاعد فيه تمام، مشردين لافين سايه منتشرين لانه مشردين، الكلام ده كله حصل لك في ظل وجود عثمان عمليات، يعني نحن كنا فاهمين حتى انت ما قادر تفهمها. انا واحد من الناس كنت قاعد عثمان عمليات ده ميت، عشان كده شايف الدعم السريع ده اتفرتك واتدق واتشتت واتبشتم وبقى يسرق في العربات والمواتر والكار واشتغل بيها، فقد قوته كلها، فقد قوته القتاليه، فقد سيطرته على مقاره، انتهى تماما بالنسبه لي انا عسكريا، الدعم السريع دق دك العش، منتشر منتشر ساي انتشار بتاع جرت، لكن ما منتشر انتشار بتاع تمركز بتاع قوات مقاتله، ده الانتشار الدعم السريع. الكلام ده كله حصل لك وانا اجي اكتشف انه عثمان عمليات حي، معناه انت منتهي تاني، ما في امل لك، لانه ده اخر امل، عثمان عمليات حي وانت قاعد تتبلى البلده كله، معناه عثمان عمليات قاعد يتجغم وامورك جاطت، ما انت ست تقول لي ظهور عثمان عمليات عمل لكم، بالعكس عثمان عمليات كان قاعد شغال، يعني كان قاعد وشغال، سويت شنو؟ ظهوره ده شنو يعني ظهوره؟ يعني ما هو قاعد اساسا وشغال، ظهوره ده اكد لي انه انت منتهي في ظل وجود قياداتك، ده ظهوره، انا ظهوره بالنسبه لي بقراه من الزاويه دي، انه الدعم السريع قيادته قاعده وهو قاعد بلع، قيادته قاعده وما عنده ولا مقر، قيادته قاعده ما قادر يجيب له سلاح، قياداته قاعده ما عنده عربات بيسرق في عربات المواطنين، قياداته قاعده وده كمان اخطر حاجه، قياداته، وانا الجزئيه دي بالنسبه لي خطره جدا بالمناسبه، كونه قيادة انا كنت انتوا كرباطه حراميه ساي صغار صغار، انا ما شغال بيكم، يعني انا ليلة قاعد مش بلقى لكم عذر، لان كونه انت قاعد لك في بيت مرة واخوك جنبك ده جاي ما عارف من حمله بتاع السرقه بتاع التلفونات اللي بيتكلم معاك قبل شويه ده، انا قاعد اقول والله لانه قيادتك كلها ماتت، ما في زول قاعد يديك تعليمات،
لكن كونه يكون عثمان عمليات قاعد وانتوا بتعملوا في الكلام ده، ده بيأكد لأنه عثمان عمليات مكانه ما القوات المسلحة، له حق ينسلخ من القوات المسلحة ويشتغل معاكم، لأنه السلوك ده بيشبهه طالما هو قاعد وانتوا بتعملوا في الحياة دي كلها. أنا زمان بقول الله ياخد دعامة ديل، فقدوا قيادتهم، فقدوا بوصلتهم، فقدوا الناس اللي بوجهوهم، عشان كده بيجوا يتلبوا ويسرقوا منها وبيجوا حرامية ساي، ما في قيادة لأنهم بيجوا فاكين ساي. لكن الآن أنت قيادتك اللي بتتباهى بها دي موجودة، وأنت قاعد تسرق وقاعد تنهب وقاعد تقتل وقاعد تتلب وقاعد تمارس سلوكات وجرائم حرب. تمام؟ الحاجة الثالثة، أنا طبعا متكيف من مغص الدخساكم صراحة يعني، أنا ما عندي شغل على الخزان فصلوا منه، لكن شغلكم أنتوا كده ممغوص، أنا أي شيء مغصكم بيفرحني بالمناسبة. فكون الآن أنتم ممغوصين من موضوع الخزان ده أنا مبسوط، يعني خطتكم فشلت. أنت هسه الناس بشكل غير مباشر قاعد تقول للناس شوف هسه يا شباب ركزوا كويس، أي زول قاعد في اللايف ده والناس يسمع الكلام ده، هذا الدعام البليد قال لكم إنه خطتنا حقت الجبل فشلت لأنه إحنا كنا عايزين نعمل حاجة، وقال هو قال الجيش فصل الخزان، أنا ما عندي شغل فصل الخزان منه. احتمال الطابور خامس من الدعم السريع، ويا اخوي انت تعرف الناس البليدين كيف. انا ابشر الدعم السريع، انا الان وصلت لقرايه، والله جت قرايه خطره جدا، انه القوات المسلحه مخترقه الدعم السريع، ما في حل ثاني غير كده. القوات المسلحه دي عندها اصابع فوق، احتمال يكون عمليات ذاته ما معروف، لانه تورطوا في معارك كثيره بالغلط، لانه فصلت كوبري شنبات ضرت الدعم السريع، لكن عملوا ناس الدعم السريع. الدليل على انه عملوا ناس الدعم السريع انه بيجاي كان مسيطر. اول حاجه الكوبري شنبات يا اخوانا ما دق طيران، الدقه بمتفجرات، متفجرات موزونه ومضبوطه بتوقيت معين بقوه معينه، ما هزت ولا علبه فصلت الكوبري. لحظه بس لحظه لحظه، مالك فتحت المايك؟ انا ما تميت كلامي، بس الجزئيه دي مهمه جدا كويس اخوانا. الدعم السريع مسيطر على شنبات، وده حسب كلامهم. الدعم السريع قاعد في الاذاعه، يعني كوبري شنبات ده باتجاه شنبات وباتجاه ام درمان قاعدين فوق الدعامة. كيف القوات المسلحة وصلت لقلب الكوبري وخطت متفجرات؟ من ضرب طيران كوبري شنبات؟ من ضرب طيران؟ كيف القوات المسلحة قدرت تخترق الدعم السريع وهو قاعد في شنبات وهو قاعد في الإذاعة، وتركب متفجرات بمؤقتات وتضرب بها بدون ما تهز العلب بتاعت الخزان؟ كيف انت أسي قبل شوية بتقول لي بعد ما استلمنا الجبل الجيش فصل الخزان؟ انت استلمت الجبل، انت اساسا في جهة ام درمان موجود، انت مع الجمعية كان عندك مشاكل بغادي، يبقى انت مستلم بغادي، وحسب كلامك استلمت الجبل بجاي. كيف القوات المسلحة السودانية قدرت تصل تفصل الخزان تحديدا في الحتة اللي ما عندها علاقة بالخزان، تفصل الجسر بتاع الخزان، الجسر بتاع الرافعة، ما فصلت الخزان، يعني ما دقت المولدات، ما دقت البوابات، دقت الرافعة بتاع الخزان برضو بها متفجرات. كيف القوات المسلحة قدرت تصل النقطة دي وانت حسب كلامك مسيطر بغادي على الجمعية، ومسيطر حسب كلامك انك انت الكوبري الدقة بعد معركة الجبل؟ فبيبقى في الحالتين انا بالنسبة لي عمليا كل المعطيات اللي عندي بتقول انه كوبري شنبات، بما انك انت مسيطر على شنبات وعلى الاذاعة انت اللي فصلت كوبري شنبات، بما انك انت بتقول انا استلمت الجبل وانت قاعد في الجمعية تبقى انت اللي فصلت الخزان. انت اذا متأكد فصلت الخزان دي بتضرك، انا ما بقول لك فصل الجيش فصلتها انت، لكن بما انها بتضرك معناتها في ايادي داخل الدعم السريع قاعد تشتغل الشغل ده لصالح القوات المسلحه السودانيه. تفضل. تفضل ابو. اول حاجه انا اشيف اتكلم حاجه واحده، انت كون انت قلت الكوبري ده حق جبل اولياء، ده الكوبري ده وقت تفصل اول حاجه الدعم السريع ده لا حصله ولا اي حاجه، صح؟ انت عارف واي حاجه شايف بعينك كويس، كلامنا معاك كويس، سامع كلامي. انت اسالك سؤال، اذا الكوبري ده مفصول انت عرباتك قطعت بغادي كيف؟ تقطع ما تقطع كيف؟ قطعت بشنو؟ عمتو قطعت بشنو؟ انتوا قطعتوا المراقب والعربات يا حبيبي، سلام عليك. اول حاجه انت الكوبري ده وقت انفصل اول حاجه الدعم سريع المنطقه جبل اولياء دي كلها كده ما مسيطر عليها، عشان نوريك دي حاجه واحده. خشيتها كيف اذا انت في كوبري اتفصل وانت مسيطر على خشيتها كيف؟ ابو انا انت قبل اتكلمت صح؟ خلينا نتكلم كلامي. تكلم انت الكوبري ده وقت اتفصل جبل اولياء ده وقت الكوبري حقه اتفصل الدعم السريع ما مسيطر على المنطقه كلها، دي حاجه واحده ها كويس؟ الناس دي فصلوا الكوبري ده من السبت الفات
وقالوا الدعم السريع. وقلت لك الدعم السريع وين؟ ما عنده علاقة يا حبيبي بالزمن ده. صح ولا ما صح كلامنا؟ وقت الكوبري ده فصل الدعم السريع ما عنده علاقة بفصلان الكوبري. وأصلا شنبات ده برضو فصلنا سجيش. شايفين الدعم السريع ماشيين وجايين حاجاتهم كلها ماشية وجاية متواصلين مع بعض. قالوا نفصل لهم الكوبري. فصل الكوبري بلوهم في جبل أولي فتحوا تاني افصلوا داك. داك برضو تفصل حيتصلح. داك ما مشكلة داك بتصلح وحيفتح واحد تاني برضو. داك برضو امشي افصلوا تتفصلوا هم نحن نفتح وتفصلوا ونحن نفتح. ما في طريقة فردة. ما اسمع عشان نختصر الموضوع بتاع الكباري ده. انا عزم النون مواطن سوداني. ايوه انت مواطن سوداني لكن واقف مع هذا الجيش. عارف أيوة. واقف مع الجنجبيل يعني. واقف مع الجيش ما دارين تجيب معانا كامل. انت عشان ما تدورني انت هسه كان فتشناك لقاك ما سوداني. اسمع كلامي والله يا اخي ممكن تلقاني ما سوداني. سوداني ما تكون سوداني ممكن تكون ما سوداني. الان الدعم السريع فيه ناس ما سوداني. ممكن تكون سوداني ممكن تكون ما سوداني. ما معروف. انا معروف سوداني. بس انا اقول لك حاجه ما تزعل. انت زعيم حركه مظلومه التشاديه. زعيم حركه مظلومه التشاديه كذا تقول خرطوم. ما زعلان كان نهائي ولا منفعل معك. ذات بتكلم معك زعيم حركة مظلومة التشادية كتب هنا في الحرب دي بياخد التشاديين وانا سوداني ما عندي علاقة بهم ولا عندي زعيم حركة مظلومة التشادية محمد حسين كتب وين يتكتل وين ده انا مالي ماله انا يتكتل وين يموت في بيت ما رفع لايف من السوق العربي يتكتل هناك. لا اله الا الله يا اخي كذا هناك برضه ما اظن يعني حكوك اكلتوه ما كذا لون ملابس جيب التليفون جيب التليفون والله بكش نعم انا انت عارف صح حركه مظلومه التشاديه كذا وين انت اشي خلينا في موضوعنا لان حركه مظلومه التشاديه دي ما موضوعنا يا حبيبي ها اسمع اه بذلك وحتى قرآن الشريف وحتى قرآن الشريف يا ديك جيه السيارة اه يا ديك نعم والله ما حصلتني انا اقسم بجدار الشريف كلامك يا جانا دار اقول لك حاجة انا ما سامعك انت ما سألتني قلت لي لا تختصر موضوع الكباري عشان نفتح معاه موضوع اه طبعا بالنسبة لموضوع الكباري اسمع كلامي اي سامعك الكباري دي اذا فصل الجيش عنده مصلحة في فصيلة انا شخصيا وافق على هذا الفصل واطالب القوات المسلحه بمزيدا من فصل الكباري طالما المساله دي تفيد القوات المسلحه ما خلاص تسال ثاني دائره الملك ده رايي انا عثمان زنون ده كويس انا ما عارف الفصل منه انا بالنسبه لي بالادله مع الله يا اخي انت مالك بتقاطع يا ما سمعتك ما قطعت